عرفنا براسك. حوية، اسمي حوية. حاولت هذه صوتك شوي. اسميتي حوية. حوية ساكنة طنجة. شنو معاناة ديالي يا خويا؟ ما عنديش، انا يتيمة، ما عنديش الوالدة ديالي، وما عنديش ماكايا، ما عندي لا خلصتي لا حتى شي حاجة. الوالد ديالي مشوج، ما كيعرفنيش نهائيا، وشباني وقال لي صافي تخرجي عليا من داري، ما كنعرفكش نهائيا، صافي بعدي مني. كانت عندي بنتي سميتها حورية، من كانت كتشوف وكتخدم، دابا صافي ملي رجعت عمية ما عندي من ندير بيها، صافي خرجي عليا، صافي سيري الزبالة حاشاك، سيري الزنقة، صافي بعدي مني، ما تخرجي عليا. صافي تما عاوتاني جيت عند الأخ ديالي، عاوتاني نفس المشكل، تا هو تاني تخرجني تاني بلا رحمة بلا شفقة. كان في دار في سوق دار بحد غاب الأخ نهاية، كيسكن في الحومة ديالي، ما كيعرفنيش نهائيا. في 2014 كان راسي كيحرقني بزاف، وعييت ما نمشي للأطباء، وما كاينش الأمل، كاين الأمل غير في الخارج في المغرب. لا أطباء قالوا لي عندك القرن ناشف، ما عندكش علاج هنايا، عندك علاج على في الخارج. ما خليت فين مشيت والو، ما كاينش العرق ديال البصر ناشف، الشبكة عندي والقرن ما عنديش. نعم اخويا. نعم ساكنة. كنسكن مع اختي، ودابا الاخت ديالي 5 شهور ما خدمات، دابا حاليا ما عندي لا ما ناكل لا ما نشرب، ما نهائيا. حاليا دابا نيت انا ما فطره ما مغديه، ما عنديش. خوتي حتى شي واحد ما كيعرفني نهائيا، خواتاتي كاملين، لا لي مجوجن ولا لي وحده باقا نيت، حتى هي ما كتعرفنيش. كنمشي الجمعيه حتى شي واحد ما كيعطيني الامل نهائيا، ما كاينش. ما ديك الجمعيه اللي كنمشي ليها والو نهائيا، 6 سنين وانا كنعاني، حتى واحد ما كيوقف معايا نهائيا. دابا كنطالب خوتي المحسنين يعاونوني، انا ما طالبه حتى شي حاجه، طالبه غير سكينه فين نعيش. عندي أمل، عندي أمل يعاونوني المحسنين، عندي أمل. يا ربي كنقول غير نشوف بحويناتي، ما خصني حتى حاجة من الدنيا. كيبقى فيا الحال، كيبقى فيا الحال بزاف، حتى واحد ما كيرحمني. كنكون غير غادا في الشارع، لا هديت غير شي واحد، كنسمح لهذا حداش قصطيني، غير هديتو. نتا شي واحد ما كيرحمني نهائيا، لا خويا لا خواتاتي، حتى شي واحد. انا خويا عارفني انا بالجوع، ما كيرحمنيش نهائيا. خرجني من دارو بلا رحمة بلا شفقة، خرجني لباب الزنقة وسد عليا بابو الزنقة. كنت ساكنة عندو غير في بيت في السطح، بيت في السطح هاتو بالطفيان، وكنبات فايقة، كنقول والله ما عند خويا ولا عند الناس، حسن عند خويا هكا وخا مكافصة في بيت غير بالميكا. كنقول الحمد لله والله ما عندو، ولا نمشي نسكن عند الناس ويتكافصو عليا. كيوقع لي المشاكل بزاف عند الناس،
انا اختي كتمشي مسكينه الضباط خدمه كيبقاو يدقوا عليا الجال بزاف. شحال من واحد دق عليا في الباب بزاف، عييت بالصحه والتهجال. إذا ماشي في هاد الدار، في دار واحدة أخرى، كان كيوقع لي فيها المشاكل بزاف. نعم خويا، عارفني ما كنشوف شي، ملي كنشوف أختي مشات الخدمة في 5:30 الصباح، كيجيو يدقو عليا في الباب دائما. ولد هاد مولاة الدار نيت، هو اللي كان كيجي يدق عليا وصحابو. لا ماشي في هادي، لا في واحدة أخرى، ماشي في هادي. عييت اخويا، عييت بالمشاكل، عييت. ماكي من كان هضر معاك يقول لي سيري انت ما عندك شي، ما عندك، واخا تمشي تدعيني انت ما عندك شي، انا عندي ما غتوصليني شي. من كان هضر معاه، كان هضر مع امو تاني، كنقول شوفي ولدك صافي ما كتعطينيش وقت، ما صافي حيت هما عندهم وانا ما عندي. عييت اخويا وزهر العظيم، عييت. تختي هادي اللي هزاني مسكينة، هي ما كتخدمش، هي الوحيدة اللي هزاني في خواتاتي كاملين، حتى شي واحد ما هزني من غيرها. 5 شهور ما خدمات، 5 شهور وانا كنعاني. دابا كنت كنعاني كتر ودابا زدت كتر، دابا وصلت للجوع انا فيه ما عنديش. اخر رسالة تقدر توجهها للناس؟ نعم اخويا، كنوجه خويا المحسنين يعاونوني، يشوفوا من حالي، يشوفوا من حالي. انا في هاد الحاله هادي ما كنشوفش وما عنديش، انا طالبه غير سكينه فين نعيش. يو يتعاونوا معايا خوتي المغاربه كاملين، غير 10 درهم الواحد، ويجيو لي غير سكينه فين نعيش، ما خصني حتى شي حاجه، واخا ناكل غير الماء والخبز. خصني غير فين نسكن، ما يدق عليا حتى شي واحد. عييت، عييت بزاف، حتى واحد ما كيعقل عليا خويا، حتى شي واحد نهائيا، لا عائلتي ولا خواتاتي ولا حتى شي واحد، ما نهائيا. تلك هو كيتسال فيا بعشرة، هو كيتسال فيا حتى هما مساكن ما عندهمش زعما لي غيسامحوا لي ولا شي حاجه، ما عندهمش تاهما زعما من هاد الذكرى كيصوفوا منو، تاهما ما عندهمش غيحسوا بالعون كل واحد. هذه هي القصه ديالي اخويا، وكنتمنى انتما هادي كيشوف اخويا الفيديو، كنطلب منو زعما يدير لنا غير شي شهريه، حنا ما عندناش، الناس ما كيشوفوش، ما عندناش، مازال عندهم والديهم مستك عليهم الله الحمد لله يعاونهم. مالي بحالي انا مكافصن بزاف بزاف، انا شحال من نهار خرجت خويا من الدار، مجبرت ما ندير جلابتي وتميت خارجة، قلت اختي صافي غنمشي نموت نتاحى نتعرض شي حاجة، صافي مبقاش عندي الامال في الدنيا نهائيا. بقيت كنقول اختي والله ما نموت، نموت احسن ليا. انا عييت بالتكافيس، عييت من دار الدار، عييت بالمشاكل، عييت بزاف اخويا. الحمد لله اللهم لك الحمد، كنطلب من اخوتي المحسنين يشوفوني ويعاونوني ويرحم ليهم الوالدين. الحمد لله اخويا، انا عندي امل في الله سبحانه وتعالى وفي اخوتي المحسنين، يرحم ليهم الوالدين. هذه هي القصه ديالي اخويا، وشكرا. اللي بغيتي نقول نمرتي ماشي مشكل، واخا اخويا عندي رقم ديالي 06 70 36 01 91 06 76 01 91. هذه هي رقم ديالي، ويبغاني يعيط لي يرحم ليكم الوالدين. شكرا اخويا، ويرحم والديك اخويا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.